السلام عليكم. هذه هي المعصية الأكبر عند الله من الزنا والقتل، وحذرنا عنها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن نبدأ ادعمونا بإعجاب حتى نستمر بهذه النوعية من الفيديوهات. جاءت امرأة تائبة إلى موسى عليه السلام فقالت له: يا موسى، أنا زنيت وقد حملت من الزنا، وعندما أنجبت الطفل قتلته. فقال لها نبي الله موسى عليه السلام: ما هذا العمل العظيم الذي فعلتي؟ اخرجي من هنا قبل أن يرسل الله علينا نارا من السماء. فذهبت المرأة وهي تبكي، ثم أرسل الله عز وجل ملكا من السماء إلى موسى. فقال له الملك: يا موسى، لما رددت المرأة التائبة؟ أما وجدت أفجر منها؟ فقال له نبي الله موسى عليه السلام: ومن أفجر منها؟ فقال الملك: تارك الصلاة عامدا متعمدا عمله أعظم مما عملت هذه المرأة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أعجبكم هذا الفيديو شاركوا مع من تعرفون، ولا تنسى أن تضع إعجاب للفيديو واشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لقناة الوصفات الزوجية.